السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه انواع الذكاء الصناعي؟ الذكاء الصناعي 3 انواع. في ذكاء اصطناعي ضيق، يعني متخصص في حاجة واحدة، مثلا بيعرف يلعب شطرنج، بيعرف يتعرف على اشكال، يعني حاجة واحدة. الذكاء الاصطناعي العام بيقدر يؤدي المهام الفكرية اللي الانسان ممكن يشتغل بيها. في نوع تالت لسه موصلناهوش، اللي هو الذكاء الاصطناعي الفائق، اللي هو يفكر افضل من الانسان، لكن ده لسه موصلناهوش. طيب بالله، عندنا التايب اوف ماشين ليرنينج، ممكن نقسمهم ان انا سوبرفايزد ليرنينج، وفي ان سوبرفايزد ليرنينج، وفي رينفورسمنت ليرنينج. سوبرفايزد ليرنينج يعني انا بديله المعلومات واعرفه عليها، يعني اديله صوره قطه واقول له دي قطه، واديله صوره كلب واقول له دي كلب، وابدا ان انا ايه اديله المعلومات منظمه، وكل معلومه بعرفه عليها ايه. ان سوبرفايزد ليرنينج لا، انا بديله الحاجه وانا مش مجهزها له والحاجات دي كلها، وده الطبيعي اللي المفروض ان هو يحصل، لان بيبقى فيه كميه كبيره جدا من الداتا، فهو بيبقى مهيئ ان هو يقدر ان هو يتعرف على الداتا، مبرمج ان هو كل حاجه يقدر ان هو يحللها. reinforcement learning مختلفه شويه، ان هو بيبقى عنده بيئه اخليه يتدرب فيها، يعني مثلا عربيه هتتعلم السواقه، فبروح منزله في المكان دوت، وبيبقى فيه زي مكافئات وفيه عقاب، يعني لو ركن صح ياخد مكافأة، لو ركن غلط ياخد مخالفة. فمرة على مرة بيبدأ ان هو يعرف، ممكن في مثلا بعد 10,000 تجربة يقدر ان هو يقدر يتعلم السواقة لوحده، لكن 10,000 دول ما بيكلفونيش حاجة، ده هو الكمبيوتر شغال وما بتاخدش وقت. تمام، هنبدأ نشوف بعض الفيديوهات لقصة الـ reinforcement ليرنينج ديت. ان شاء الله تبقى في محاضره فيها كل الفيديوهات ديت، انا مجهزه كل حاجه، بس ان شاء الله نظبطها. فهي دي الفكره، الريينفورسمنت ليرنينج بدخل الكمبيوتر للعب هو معرفوش، زي مثلا لعبه، فاكرين اللعبه اللي هي بتبقى في عصايه تحت كده وتتحرك وفي كره بتنزل، ولما تخبط في العصايه تطلع وتخبط وتنزل وبتاع. هو انا بقول له العبها من غير ما اشرح له اللعبه تلعب ازاي، يعني مش زي الشطرنج بقعد ادخل له كل حاجه. لا، دلوقتي ممكن مثلا تجهزه وتديله لعبه شطرنج مثلا، وهو يجرب ويخسر وبتاع وهكذا. فاللعبه بتاعت الكوره دي جرب برضه ان هو اداها له، فهو عارف ان هو بيخسر في كذا، فبدا ان هو يستنتج ان هو لازم يخبط في الكوره. طيب المشين ليرنينج اللي هو جزء من الذكاء الصناعي، يعني الذكاء الصناعي ده المظله الكبيره، وفي جزء منه اسمه تعلم الاله او المشين ليرنينج، ان الكمبيوتر بيبدا ان هو يتعلم الحاجات. الذكاء الصناعي ده الاكبر بيشمل ان هو يشوف الحاجات اللي حواليه، ان هو يتذوق، ان هو يفهم كل الحاجات ديت. انما المشين ليرنينج مقصود بيها ان هو يقدر ان هو يفهم المعلومات، ويقدر ان هو ينفذ الاوامر المقوله ليه حتى لو في حاجه مختلفه. تمام، يعني البرمجه العاديه بقول له مثلا ايه، روح ارمي كيس الزباله بره، لكن هو لو فوجئ ان الباب مقفول هيقف مش قادر يعدي، فانا لازم اقول له اف اف، لو لقيت الباب مقفول افتح الباب. فكلمه اف دي كانت ايه، ممكن يكون الكود بيبقى سطر، لكن من كتر الاحتمالات بتبقى كتير جدا. فمع التعلم الاله والماشين ليرنينج هو بيبدا ان هو يفهم القصه دي مع نفسه، في خوارزميات معينه ان هو يقدر يحصل على المعلومه ويتعلم، ولو في اي معلومه صح غلط بيسجلها عنده، بحيث ان هو ما يكررش الاخطاء بتاعته. فدي بتبقى حاجه ممتازه جدا، تعلم الاله ده قدره الاله على التعلم من تحليل البيانات، وده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي جزء منه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نستفيد منها والاساسيه اللي هو التنبؤ، ان هو عنده شويه معلومات فيقدر من خلال المعلومات الموجوده عنده يتنبأ باللي جاي هيبقى عامل ازاي. طيب قلنا عندنا artificial intelligence، وعندنا ماشين ليرنينج، وعندنا حاجه بقى جواهم اسمها الديب ليرنينج. ديب ليرنينج اللي هو التعلم العميق، ده بيبقى فيه نظريات وخوارزميات موجوده بتخلي الاله تتعلم بنفسها عن طريق ان هو بيحاكي الخلايا العصبيه في جسم الانسان. ده احد العلوم المسجله والعلوم القويه جدا، ان شاء الله برضو في فيديو كده خاص بالتعلم العميق ده هنشوف الموضوع بالتفصيل باذن الله. فالتعلم العميق ده انا نفسي ما بقاش فاهم، يعني المبرمج نفسه ما بقاش فاهم هو وصل للحاجه دي ازاي. هو في خوارزميه معينه بتحاول تحاكي طريقه عمل الدماغ، بحيث ان هو يقدر ياخد الانبوت من هنا ويقدر يحللها لاكتر من مره لحد ما يوصل في المخرجات للنتيجه اللي احنا عايزينها. وفعلا
اكتشف حاجات كتيرة جدا احنا ما كناش واخدين بالنا منها، لكن هي المشكلة ان احنا مش عارفين هو اكتشفها ليه، يعني ايه سبب ان هو خد القرار دوت، فلذلك ما نقدرش نعتمد عليها. يعني تخيل مثلا الجيش اي جيش في العالم قال لك احنا هنتعمد على الذكاء الاصطناعي، وراح مدخل الديب ليرنينج وقال له احنا هناخد قرار ان احنا نضرب. طب نضرب ليه؟ هو مش احنا مش قادرين، لان هو عبارة عن صندوق مغلق او صندوق اسود كده مغلق، مش فاهمين ايه اللي بيحصل جواه. تمام، فده لازم نكون حريصين جدا معاه. يعني في مرة من المرات في كلب شبيه قوي بنوع معين من الذئاب، فبدأ يوري له صور الكلب ده كتير وصور للذئاب كتير، فوجئ ان هو قدر يتعرف عليهم بنسبة 100%. طب ازاي اكتشف ان هو ما بيبصش للكلب ولا الذئب، بيبص للخلفية، لو خلفية بيت يبقى ده كلب، لو خلفية جليد يبقى ده الذئب. فده امر رهيب، لان هو ممكن ياخد قرار فعلا ان هو يقول لك والله انا عندي مشكله في الغذاء، فانا هدمر نص البشريه عشان احافظ على النص التاني. فلا، لازم نكون حريصين جدا جدا مع التعلم العميق، وهو امكانياته قويه جدا. التعلم العميق بيحتاج قدر كبير جدا من الداتا اللي عشان يقدر ان هو يتعلم ويستفاد وياخد قرار. ما ينفعش ان انا اديله 20 30 معلومه، لا، ده أنا لازم اديله ملايين. فعلى سبيل المثال لما بنخليه يدخل على الفيسبوك، فالفيسبوك كمية معلومات رهيبة جدا، فبيقدر ان هو ياخد كل المعلومات اللي هو عايزها، بيتعامل معاه مثلا ملايين الناس، 100 مليون واحد. فمثلا لو عملنا خدعة وقلنا للناس ايه، حط صورتك وانت صغير وصورتك وانت كبير، فهو يبدأ يحلل، ياخد كل صورة ويحولها لبكسلات، وكل مجموعة من البكسلات بيبقى مثلا ده الشفاه، ده الأنف، ده العين، وهكذا. خلاص عارف ان الحتة دي، وبيشوف شكلها صغيرة ازاي وشكلها هو كبير. بعد فترة ينزل تطبيق، خلاص هو استفاد من التجربة اللي فاتت، فينزل تطبيق شكلك وانت كبير، هيجيب لك بقى شكلك دلوقتي وانت شاب، وبعد كده تديله شكلك وانت شاب، هو يديك شكلك بعد 20 30 سنة. تمام، فلولا التجربة الأولانية ما كانتش نفعت التجربة التانية، لولا ان هو قدر ياخد بيانات كتيرة ما كانش قدر يوصل للحاجة اللي في المستوى اللي بعد كده. وفي فيلم مسلسل اسمه بيرسون اوف انترست، المسلسل ده بيحكي ان واحد اخترع جهاز بيقدر يعرف الحادثة تحصل امتى وينبهنا ليها قبلها مثلا بيوم او يومين، فانت تبدأ تحاول تتفادى الكارثة ديت. بس هو ما بيقولكش ايه هي الكارثة، يعني يقولك ايه، في واحد اسمه احمد محسن، ما اعرفش من احمد محسن يعني، في المكان الفلاني عليه خط كده بعد كام يوم. فتبدأ ان انت تراقب وتكتشف ان الشخص ده يا اما هو هيقتل او هيتقتل. تمام، فدي كان عاملينها عشان موضوع 11 سبتمبر، ان هو يقدر يتنبأ بالمشكله، لكن هو صندوق اسود فما بنقدرش نعرف ايه هو، يعني اشمعنى الشخصيات دي اللي تنبأ بان هي دي اللي هتحصل فيها كارثه. فانت بتبدأ ان انت تتحرك على اساس الموضوع دوت. طبعا الموضوع لازم يكون موثوق فيه، يعني دلوقتي السيارات ذاتيه القياده، انت مش هتخلي ابنك مثلا يركب عربيه ذاتيه القياده وتوديه الحضانه الا لو انت واثق 100% ان مفيش حوادث. لو في مشكله صغيره او نسبه الموضوع 1% 2% مشاكل، خلاص مش هنعملها. تمام، فحتى الان موضوع الديب ليرنينج، لان احنا مش قادرين نعرف ليه، مش قادرين نعتمد عليه في الاستثمار او في الطب او في الحاجات الجيش والحاجات ديت.